كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بداية عبد الرحمن وكوثر مرحبا بكم دائما على كاب 24 تي في. تبارك الله عليك ومرحبا بك ومرحبا بنا عندكم. وكاب 24 ولات دابا الدار ديالنا، راه من الاول من 2018 حنا مع بعضياتنا. تبارك الله عليكم وانتم كتشوفوا هذا مكان لونس. كوثر مرحبا بك. الله يبارك فيك، ربي يخليك. كيف ما قال عبد الرحمن، كاب 24 ولات الدار ديالنا ومرحبا بكم انتم معنا. عبد الرحمن، اليوم طبعا كان الاصدار ديال الاغنيه ديالك اللي هي الدنيا، هضرنا شويه على هذه الاغنيه وكيف جات الفكره ديالها. الفكره ديال الاغنيه ديال الدنيا كانت ملي كنت في الحماله ديال كوثر، كانت كورونا، فكورونا خلاتني نعيش نشوف ديك الشيء اللي كنت دائما معها. شفتها كيفاش هي كتشوف ديك الحياه، كيفاش هي كتعذب، كيفاش دوزت ديك المرحله ديال الحماله. ف كنت باغي نعمل شي حاجه، كنت كنجلس خصني نكتب شي حاجه، خصني نعمل شي حاجه. وصافي بقيت كنفكر اني نعمل اغنيه على بنتي تكون كتعبر على الاحساس ديالي في ديك الساعه، من اول نهار عرفت كوثر حتى دابا، والفرحه ديالي اللي انا عشتها، وكيفاش الحياه وكيفاش الدنيا فيها بزاف الحوايج. الدنيا ماتيرياليست، هي اصلا هي الدنيا ماتيرياليست، وخيب معنى الدنيا ماتيرياليست يعني ماديه وهذه، ولكن الاغنيه بصفه عامه هي واحد كتفرح. كوثر، كيف كانت التجاوب ديالك مع عبد الرحمن في الاغنيه؟ صراحه ملي اقترح عبد الرحمن هذه الاغنيه كانت عجبني الحال، حيتاش اساسا كتبها من القلب، كيف ما سمعتوها كتبها من القلب ومزيونه هي. بحق كنت متردده فيها انه الين غتكون كاينه، وتما عارف الخوف بالحق يعني تجاوبت معاه خرجناها. في هذه النقطه ديال الين ديال الابنه ديالكم، كيف جاتك الفكره باش ان يكون الظهور ديالها في الكليب؟ الفكره ديال الدور ديال الين في الكليب، اولا تنيناها تتكبر، تتعمر 6 شهور ياك. الحاجه الثانيه هي اغنيه مهدات ليلى ياك، والناس كيعرفوا حياتنا حنا انا كنعمل موسيقى وفنان في البدايات ديالي نقدروا نقولوا، ولكن ككوب المعروف في المغرب عند الناس وكل شيء كيعرفوا حياتي، فانا ما كنخبعش حياتي بهذه الطريقه هذه. يعني بنتي في الناس في الزنقه يصوروها، شحال من مره كنجبرهم باغيين يصوروها، ففي كلتا الحالتين عتبان، فقلنا تبان بواحد الطريقه مزيونه وحتى تكبر شويه وصافي تستمر الحياه. حنا اصلا كوبل، وهذا هادشي انا مقتنع به ومتراضي مع نفسي، بالعكس عاجبني حالي وكنحس براسي مستفرد به نسبيا، فالحمد لله امور مزيانه. كيف كتظن التجاوب ديال الناس مع الاغنيه ديالك اللي صدرتي اليوم؟ ان شاء الله كنتوقع صدى طيب ان شاء الله يا ربي. الناس المتابعين ديالنا والجمهور ديالنا في حاخوتنا، هما عائله ديالنا، فكيفرحوا للحاجه اللي كتفرحنا حنايا. واكيد ما يشوفوا كوثر وبنتها فرحانين وكتشبهن باباها اخلي هما يحكموا، هما شافوها هما يقولوا. عملت في الانستغرام زعما تصويت تقدر من تكون كتشبه، فكل شيء قال كتشبه كوثر، فان شاء الله يشوفوا الكليب، يشوفوا الكليب ويقولوا من كتشبه ان شاء الله يا رب. كتشبه عبد الرحمن؟ لا ما عرفش، ماقدرش نحكم. لا المهم هي دات منا بجوج بينا. واخا في هذه النقطه هذه ايضا حنا مقبلين على 8 مارس اللي هو عيد المراه، شنو الرساله ديالك للمراه المغربيه بصفه عامه والام ديالك وكذلك المراه ديالك اللي هي كوثر؟ المراه بصفه عامه هي العالم كامل، هي كل العالم. الا ما كانت المراه في حياتنا راه ما كاينه والو، فيها الام ديالنا، فيها بنتنا، فيها مراتي، فيها بزاف ديال الحوايج.
ماماها ديال كوثر، بزاف ديال الناس في حياتي اللي هما مراه وعاونوني في كل شيء، اما ضحت بحياتها عليا، بزاف ديال الناس. فما نقدرش نلخص كلمه مراه في هاد الشيء اللي كنقولوا دابا. كنتمنى من ربي سعادة في حياتنا ونحقق الاحلام ديالنا كاملين. وكوثر في عيد الحب ديال شحال هادي واقيله ديال شي عام كنا نفس انترفيو، قلت لك كانت حامله دازت عام كنا باقي ما قلناها شي. فكوثر ربي يخليها لي ووقفه معايا في دراعي وكنبغيها. كوثر الرساله ديالك للمراه المغربيه؟ كيف ما قال المراه هي كل شيء، والله يجعلنا دائما اقوياء ودائما مسيطرين للعالم. ثانك يو برين يسيطروا على العالم. كيف ما قال عبد الرحمن، المرأة المغربية هي كل شيء وبها كنكمل كل شيء. تسمى أباغ أنا ماما عبد الرحمن كاملين بينا. هم حنايا العمود ديال حنايا، ضروري نخشي راسي أنا، ضروري نخشي راسي. المرأة المغربية هي ديك البطل الخارق اللي في كل دار، اللي كيرد بان العواول، كيراعي، كيشوف من مثلا الراجل ديالها، ترد بان ولادها، الحوايج ديالهم، بزاف الحوايج كتفكر من كل شيء. سوبر هيرو عبد الرحمن، تبارك الله عليك وتبارك الله عليك كوثر، راه من لي كوبل اللي رائعين جدا ومبدعين. دائما كتبدعوا، لا كوثر كتبدع في الدومين ديالها، ولا عبد الرحمن دائما كيبدع في الاعمال الفنيه ديالو، اعمال راقيه جدا. كلمه اخيره شنو كتوجه للجمهور ديالك عبر كاف 24 تي في؟ كنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم من دائما. تبارك الله عليكم صحابي وخوتي اللي حضروا، شكرا بزاف. شكرا انس، هو كيعمل لي دستوري نحيح الدنيا. شكرا لكم من القلب، وحنا مع بعضياتنا وربي يخلينا ديما مجموعين. شكرا بزاف ليك، طبعا دائما حاضر معنا في كل شيء، وشكرا اللي متابعني كامل الدعوات ديالو على كل شيء. وكنتمنى يعجبكم الكليب، كنتمنى تعجبكم الين وتدعيوا معاها، وكيف ما قلت لهم حتى في ستوري تبغيوها فحال بنتكم وتدعيوا معاها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.